الملك سلمان كان دائما منشغلا بموضوع التحول نحو الأفضل. إذا حبيت يعني هناك تجارب أمام الناس في إنشاء الهيئة تطوير الرياض وغيرها، في أنظمة الدولة الذي ما في شك كان هو يعني أيضا رجل دولة، ليس فقط أمير منطقة، كان يساهم فيها في كل القرارات اللي صدرت. أنا عصرت كثير منها، قرار يعني ما في شك اللي هي النظام الأساسي للحكم، وقرارات مجلس الشورى، وكل ما يتعلق بإعادة تشكيل الدولة والوزراء والوزارات والأنظمة الأخيرة وكذا. وأيضا شهدت يعني كمثال الرياض نفسها مشروع تحولي كامل نحو التأسيس الغير مرتبط بالبهرجة الإعلامية يعني وبالصورة فقط الجميلة، كان يؤسس تحت الأرض. نحن استفدنا في دعم السياحة التراث الوطني من هذا الشيء، وأسسنا رغم ما يقول الناس كثير، أسسنا لقطاع وصناعة اقتصادية متكاملة، وكان هذا هو نتاج هذه التجربة التي مرت فيها مع الملك سلمان في معرفة كيف يجب أن تكون عليه عملية التأسيس نحو مستقبل أطول والتأسيس الأوثق.